አርበኛ ሀገራው ተቃላሳይ አቶ ወልደ አወል ደ ማርያም ሶኒ 15 ግንቦት 1995 ልክዕ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሆስፒታል መካነ ህይወት ዓሪፎም يوم الاثنين الفائت 15 من مايو توفي في مستشفى دار الشفاء بأسمرة المناضل الكبير والأب العظيم السيد ولد أبو ولد مريم عن عمر يناهز 90 عاما. አቶ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ንምፍጻም ብመራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰበ ስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ህዝብን ተዓጂቢ ርእሶም ካብ ቤቶም ተበጊሱ መራሲሙ ተሽይዕ ጁስማን ልፈቂድ ልሙናድል ሰይድ ወልደ አብ ወልደ ማርያም እንጠለቀት ምን መንዝልሂ ሓይሱ ተጀመዐ ኪባር ርጃል ዲኒ ወልአዕያኒ ወኪባሩ ርጃል ደውለ وعلى رأسهم الرئيس إسياس أفاوركي وكبار المسؤولين في الحكومة الإريترية وأعضاء السلك الدبلوماسي وأسرة الفقيد. ሬሳ ሓርበኛ ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ብወተሃደራዊ ባንድን ብናይ ሰራዊት ማርሽን መዘምራን ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ማሕበር ስካውትን ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ተመሃሮን ተሰኒዩ ከዓ ኣብ ፀፀራት ኣብ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት ኣምርሐ እንጠለቀ መውክበ ተሽይዕ ናቂለን ጁስማን ልፈቂድ ምን መንዝልሂ تتقدمه المارشات العسكرية ورجال الدين والمسؤولين في الحكومة فيما امتلأت الشوارع التي مر بها الموكب عن آخرها بمئات الألوف من المشيعين الذين قدموا من مختلف أحياء أسمرة ومختلف قرى ومدن الأقاليم ليودعوا القائد والمرشد Thank you.
هو نزوم ملوء هيوتهم لناتسنتن حدنتن هزبي ارتراز التقالسو حربين يابونا حمد نايتازف كرواحا قروم نملباس ما قليا زي بلو هزبي هزقانات كي ترفو عبتسنا سرعات كابري تساتفو منيروم ولد مريم مناضل قديم وهب جل وقته وجهده لقضية آمن بها وأخلص لها وكرس نصف قرن من الزمن من حياته من أجل هذه القضية. ذهب السيد ولد أب ولد مريم يوم أمس إلى مثواه الأخير، إلى حيث ينتهي كل إنسان في هذه الحياة، لكنه خلف تاريخا حافلا بالنضال والكفاح من أجل استقلال إريتريا. ذهب السيد ولد أب معززا مكرما وبين أبناء وطنه، ذهب معززا لأنه شاهد وعاش استقلال إريتريا الذي حلم به طويلا وطويلا جدا. بما إيتاش حات زقود سر كاب كلن أوراجاتاتنا سمران زكا أكل هزبي بمدفنا بسنا سرعاتنا خبروتنيو أفانيوهم إزدما مرآيانا يتحربينيا بونا أتولد أولد مريم موائلهم زتقال سلو متكل حد الناتيو. احتشد مئات الآلاف من المواطنين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، احتشدوا جميعا على طول الطريق الذي كان يمر به جثمان الفقيد، وودعوا أبو النضال إلى مثواه الأخير، وهم فخورون به، معتزون بعزته، يتعهدونه بتحمل الأمانة ومواصلة المسيرة نحو بناء أمة إريترية قوية موحدة. عصرت شدشت جنبوت قبرنا يزوم حربينيات على سياب بنا للب كل إرتراوزة كفاء على تنين عديتات مسن بعتن كبور ريسا أطول دأول دماريام نزحل فل من قدي عن بابا نسي جنابي ولد السيد ولد أب فقيرا ومات فقيرا، لكنه كرس جل حياته من أجل وطن أحبه وآمن به وضحى في سبيله. أجل أحب إريتريا دون خوف أو وجل، لذلك أحبه الجميع وقدره واحترمه الشعب الإريتري بأسره. Thank you.
حجراوت قلاصاي أتو ولد أول دماريام إمناتو فقرو تزتو إنه بعبي كبري قلي سلوم هزبي نسومون بوغنوم وترو هزبي إرترا حق انفتح انزف كرد أمبر عمت عن مدفعتن باح زي بلو هزبي إكزي أبي هريو إلوم يقلتوانينو هكذا ودعت إريتريا أحد أبنائها الذين حملوا رايتها ورفعوا صوتهم عاليا في سبيل عزتها ودعت إريتريا بشموخ ابنا بارا ومناضلا مقداما ورجلا مؤمنا فالتحية لصانع المجد والتحية لكل من ناضلوا معه وكافحوا وساروا على درب الحرية والانعطاق وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم سلطان علي. Thank you.
صاير ودان محمد نور نزغري أبي ولد ولد مريم قال كسمع الناي كبدران سدرا بيت أتو ولد أب ولد مريم كبور حزب إرترا لومي أتو ولد أب ولد مريم حمدنا إيتا زفتوان دمون دمومن رهاتومن زخعقولان هجر إنو لبسوم أخبرتنا نرؤوم كم جلس نتيم إنتنا سنت أجلتن حزب إرترا زخدوه نوح بعزو كي يتحللنا كنقصلو قالنا كنحدث تأكيبنا ألنا أتو ولد أب ولد مريم هذا كابتن كابتن فلمتي هجراوي قلسي إرترا كابتن أم جمرتا أربعتات إرترا ناس النت يقبأيو إلهم زامنون نأنت ناس النت إرترا قلسي زجمرون وحدات إرتراويان إيوم جميرهم أما قدي زترفو وين أيكونون نحمس عامتات زأكل أبنتهم بمصنع بعقلي لتسفع بحبو تقادي لهم فريق السومن قلس خلت ولدو إرتراويانين زخوني ناصمة إرترا نمر أي لقيام أبزي نايف الك زمن نوحت لهذه الأم أتولد أب ولد مريم بزح مكران فتنة حليفهم يوم أجزاءت إثيوبيا نوام نمقتال شوعت جزء فتينوس توجي أمن تسميمون يوم كاب عصر شعات حمسان سلسته كسب عامة حارنة إرترا من ثلاثان حمشت عامة أب سدت أب زنبرو اللو عامتاتهن بزح حسن أهالي فوميهم حنساب أسمعهم نزحزوا كبر على مجين أي حدا بوان أما وداتا دماء أسفان هايتي زحالفو مكران سدتهم جدهم ما يهدو من هاجروا من منجستو من أخبرتون فكرين رخيبهم إذن يلومي معروك سنة سرعات حادن إشتو مقلتي نايزا أخبرت زي إيو أبتاريخ قلسي أطول داب ولد ماريا بك أطلالن بقلوحن همم زوسد قداي حادنة حزب إرترا إيو نيرو نمكففال تقسيم نقوامهم حدنة الإرتراويان مدل دالين كاب أفهم برعومن أي تفليان نباري حدقوم دماء فقر هجرين حليوت حدنة إيو أبزي تاريخين ميان أتو والداب نذكروا اللو زلنا علت قدب على في بيتهم ويزروا أغراش يحضقوا كي تقاسنا كنحلف شريسو زي قبائي ويزروا أغراش أكلوا يتي أطول داب زحلفوا أقبن كل أقبن أقبن كل كل أبنوح نام في الله عمتات دخلوا انكسب قلت موتهم زرعياؤو صنعات زهباؤهم دقفين كاب كيف زبالة أخبرات زقبؤوا إيو أتوى والد أب والد مريم أب عصر تشعات سمانيان شوعات بمخينات موت شيخ إبراهيم سلطان علي بدن تحفاش إرترا أبزم حلالفو قالهم بيت الموت حق النتومن حيالي ناي مقلات كيلتومن كم زي سعود إلهم
سب من مقطع انت حبرمن انت تفكوين انت تدليين على عالم يا نباري ايكونن حلا فيو جنك نحنا اليوم حلفتش زي حلف زي العالماوي زخونة نقر كنفتر نخلينا نولد ولدو زي دمسس أسر كنقدف يكعلنا يدمو إتي مئنتي دخونة هجركا زفتسم كايو قبرتات قبرتات سناي نبزوحات ديك هجر ديك هجركا الرأيان أبنتين كوينو كم زنبر الرقاقيس يفلت إيلون إذي قالوم نتعرقهم بلك إيقل نسيو أطول داب والد مريم كبر هوت نبيروم كبر موت ميتوم نولد ولدو زي دمسيس أسير دماء حديقهم ألو إسدرابيت أطول داب والد مريم نملع هزب إرترا سنعاتي هبكم إيبل جلالة ماوي زخري نسمعتاتنا عوات نحفظ فخامة الرئيس سياسة فورقي المحترمون أسرة السيد والداب والد مريم الشعب الإرتري العظيم إننا عندما نجتمع لتشييع السيد والداب والد مريم إلى مثواه الأخير على تراب هذا الوطن الذي سكب الفقيد من أجله كل ما يستطيع من دماء وعرق إنما نجتمع أيضا من أجل أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالفقيد ومن أجل أن نؤكد أيضا على تمسكنا بمواصلة المشوار الذي بدأه من أجل التحرر ورفعة الشعب الإريتري دون أن نكل أو نمل. لقد كان السيد والداب والد مريم أحد رواد النضال الوطني وأحد الذين آمنوا منذ بداية البعينات بحق إريتريا في الاستقلال، وأحد الذين قاموا بالنضال من أجل تحرير واستقلال إريتريا. لم يبدأ السيد والداب والد مريم من أجل أن يتوقف، بل قام وهو يحمل قناعته متحليا بالصبر والأمل بالصمود والنضال لحوالي 50 عاما، وقد كان جديرا ليشاهد ثمار نضاله ونضال جيلين إريتريين متتاليين، تلك الثمار التي تمثلت في إعلان تحرر واستقلال إريتريا. لقد مرت بالسيد والداب والد مريم خلال نصف قرن من النضال العديد من محاولات تربص الأعداء للنيل منه بهدف اغتياله، فقد أصيب بالعديد من الجروح وحالات التسمم خلال 7 محاولات قتل قام بها المستعمر الإثيوبي. ومنذ 35 عاما، أي منذ العام 1953 وحتى إعلان الاستقرار، مر بالعديد من المصاعب في بلدان اللجوء، وبالرغم من كل ما تعرض له لم يتزحزح عما كان يؤمن به، وفي النهاية وعوضا عن كل ما عاناه من كرب ومصاعب فقد تمكن من الحصول على ثقة واحترام شعبه وحكومته، وما هذا التشييع إلا جزء من معكاس تلك الثقة وهذا الاحترام. إننا عندما نسترجع تاريخ نضال الشعب السيد والد أب والد مريم نجد بأن مسألة وحدة الشعب الإريتري كانت أحد همومه، ولم تخلو خطاباته ومقالاته السياسية من إدانة محاولة تقسيم الشعب الإريتري وتأييد أي محاولة تهدف إلى تمتين الوحدة الوطنية، وقد كان مثالا لحب الوطن ورعاية الوحدة الوطنية. إننا عندما نتحدث اليوم عن تاريخ وأفعال السيد والد أب والد مريم لا نستطيع أن نتجاوز الدور والمساندة اللذين قامت بهما حرمه السيدة أبراش حضبو، فقد رافقت واشتركت السيدة أبراش كل مراحل المصاعب والحرمان التي عانى منها السيد والد أب والد مريم في أماكن اللجوء والقربة حتى إعلان الاستقلال. ولا يفوتنا إلا أن نقف وقفة افتخار واعتزاز بهذه السيدة الفاضلة. لقد اشتهر السيد والد أب والد مريم بالصدق والقدرة على التوضيح، ففي الحديث الذي أدلى به في عام 87 لصوت الجماهير الإريترية بمناسبة وفاة الشيخ إبراهيم سلطان كان صادقا وواضحا عندما قال: إن الإنسان ومهما كان حظى باحترام ومحبة الناس فإنه لن يكون خالدا، لكننا نحن اللاحقون بمن سبقونا نستطيع أن نقوم بأعمال خالدة ونستطيع أن نترك بصماتنا للعديد من الأجيال. إننا على ثقة تامة بأن ما نقوم به من إنجازات لصالح وطننا
سوف يكون قدوة لأبناء وطننا. لقد عاش السيد والدهب ولد مريم عظيما ومات أيضا عظيما، وقد ترك أثرا أيضا لا يمكن محوه للعديد من الأجيال. وختاما أود أن أقدم العزة العزاء لأسرة الفقيد وللشعب الإريتري بأسره المجهول الخلود لشهدائنا النصر الجماهير. كيف نبدأ الحديث عن رجل يشكل تاريخه تاريخنا؟
سنواته 88 تمثل تاريخ جيلين، جيل تعرض للظلم والاضطهاد وانتزع منه أجمل ما يملك في الحياة من حرية وكرامة، وجيل آخر هب وحمل السلاح ونذر النفس والنفيس ليسترد الحق المغتصب. ولد الزعيم الوطني ولد آب ولد ماريام في عام 1905 في قرية عد زرنا بأقليم سراييه، وتلقى علومه في المدرسة الأنجليكانية بأسمرة. عمل مدرسا ومديرا في المدرسة الأنجليكانية في الفترة ما بين 1931-42. أسس مع رفاقه جمعية حب الوطن المناهضة للاستعمار، ثم أسس جريدة إريتريا الأسبوعية، وعمل كرئيس تحرير لها في الفترة ما بين عام 42-49. جرت 7 محاولات لاغتيال الزعيم بين عام 47-53. نجا الأب ولد آب من كل محاولات الاغتيال، وكان يخرج من كل محاولة أكثر قوة وتصميما. اختير في عام 52 رئيسا لاتحاد العمال، واضطر بعد محاولات الاغتيال الفاشلة إلى مغادرة أرض الوطن في عام 1953 ليعيش متنقلا بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وساعيا إلى التعريف بالقضية الإريترية في عملية التحريض والدعوة إلى النضال والكفاح. ولعب السيد ولد آب دورا كبيرا في تحريض الشعب الإريتري من خلال برنامج موجه بالتجرينيا في إذاعة القاهرة، وظل لصيقا بقضيته، محدثا تارة ومحرضا تارة أخرى كل ما أتيحت له الفرصة لذلك. كل حلفي أبز علم. لقد مضى زمن طويل منذ العام الماضي، مضى وكأن له جناحين، وكل شيء في هذا الكون سيمضي ويتلاشى، فلكل بداية نهاية، ولكن هناك شيء لا ينسى ويبقى أذليا لا ينمحي عن الذاكرة، وهو العمل الطيب والفعل الحميد من أجل الآخرين. وعلينا أن نعمل كل ما يرضي الضمير ويخدم البشرية ويترك أثرا طيبا. لم يكن الأب ولد آب محرضا في الخارج فقط، بل كان يسجل الزيارات إلى الساحة الإريترية بين فترة وأخرى. وفي عام 1987 حضر الزعيم الوطني المؤتمر التنظيمي الثاني والتوحيدي في الأراضي المحررة، ولخص سيرة حياته بكلمات قليلة ولكن عميقة المعنى والدلالات حين قال: اتفتحوا هزبنا تنك، اتفتحهم سراوي تنك. أحبائي عشاق الحرية، أحبائي جيش الحرية، لقد أكملت العام 81 من عمري، ولقد قضيت 63 عاما من هذه السنين أبحث عن الحرية، 29 عاما منها بداخل الوطن، و34 عاما في المهجر. وأتذكر الآن تماما عام 1923 عندما تولد حب الحرية في نفسي وأنا حديث العهد في المدرسة، وكنت يافعا آنذاك في 18 من العمر. ووقف السيد ولد آب في زيارته للساحة الإريترية على منجزات الثورة، واستمع إلى هموم المقاتلين والمواطنين، وتحدث إليهم حديث الراعي لرعيته، حديث نابع عن الإيمان بالقضية والإيمان بحتمية الانتصار. Thank you.
حرنتكم عبيدكم درو تجبتوا يوم نصبح زمت هاي كلام يومي معدي ترغيبوا متيو لقد نلتم الاستقلال ووصلتم المبتغى وأنتم تعيشون اليوم في ظل الحرية بفضل أبنائكم وبطولاتكم وتضحياتكم وقد كلفكم ذلك ثمنا غاليا وجهدا جبارا قد سئل المحامي السيد يوهانس زجاي رفيق درب الأب ولد آب ولد مريم منذ الأربعينيات سئل عن الزعيم الوطني فقال ربنا ممهرن أربنيان ولد آب ولد مريم الأب ولد آب ولد مريم لم يكن أستاذا في المدرسة فقط بل كان معلما ومعلما في حب الوطن والثورة وقد دفعه هو ورفاقه حب الوطن إلى تحدي الاستعمار الإنجليزي والإثيوبي لا لشيء إلا في سبيل إريتريا المستقلة الموحدة وقد تعرض طوال 13 عاما من حياته السياسية في إريتريا إلى عدة محاولات اغتيال وعاش 38 عاما في المهجر مثابرا وصامدا يناضل من أجل استقلال إريتريا عصبات عندك هجر بومبا بتيت بمرزي إن تهادنو تغاني سوم كموها 38 عمت أبسدت كوينم تقال سوم كلو حاموسان 3 عمت منتي ناس إنت إرترا تقالسو أربنيا أبويم وحين أنجزت عملية التحرير كان الزعيم الوطني ولد آب ولد مريم أول العائدين بعد نضال طويل استمر لأكثر من نصف قرن ونيف عاد السيد ولد آب منتصرا مرفوع الرأس شامخا الوطن الذي كافح في سبيله بكل ما يملك من جهد وطاقة عاد إليه مرفوع الهامة وشارك أبناء وطنه فرحتهم وغبطتهم وشاركهم في يوم الاستفتاء وتقرير المصير بذات الصوت الذي رفعه طوال حياته نعم للاستقلال وها نحن اليوم ننعم بشجرة الحرية التي بذرها الأب ولد آب ولد مريم ورفاقه والتي رواها شعبنا بدماء أبنائه لننعم الآن بالسلام والاستقرار.